مرحبا بكم. اليوم رح ناخذ جزء من تقسيمة الحجاز للأستاذ رياض السنباطي على درجة الري. رح نقول التقسيمة ونشرحها. هاي بالنسبة للتقسيمة بشكل تخريبي. طبعا التقسيم هي لحجاز الري وبيعمل قرار حجاز الري. الري بيعملوا قرار بدل الفا هون بيعملوا ري قرار اللي هو ري 2. بيبتدي فيه من الدو راح نقوله بالعلامات الموسيقية وبال الآهات. دو 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 مي مي ري ري علامات هي كلياتها علامات ذات سنين. بيستخدم كمان اللي هو العلامة البيضاء ولكن بسموها مقسومة علامة لثمان علامات سريعة نزلة طلعة. وبيستخدم كمان اللي هو الجريس نوت أو العلامة النافية اللي هي بالسطر الثاني اللي بيقول فيها ميريدو بهالطريقة ريم ميريدو. بيستخدم التربلت كمان بالسطر الثاني اللي هو دو ري مي ري. وبيستخدم السي نصف بيمول. نحن بنعرف انه بمفتاح الصول في عنا السي بيمول والمي بيمول لكن هون بيستخدم السي نصف بيمول. نرجع من عيدة مع الآهات. السطر الثالث بيتابع دو ري دو ري دو ري مي ري مي فا صو فا صو مي ري ري فا فا صو فا صو مي ري ري لا صو صو فا فا مي فا صو لا صو فا مي فا مي ري مي ري 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 مي ري دو دو ري ري مي مي صو 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 فا فا مي مي ري ري مي ري مي ري دو ري 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 مي ري دو ري دو دو ري 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 مي 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 صو 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 فا فا مي مي ري لا صو صو فا فا مي مي ري ري لا صو فا فا مي مي ري دو ري مي فا صو لا صو فا صو فا مي فا فا ري مي ري مي ري. طبعا هون بيبتدي بعلامة اللي هي الدو بالسطر الثالث. بيعمل بعديه جريس نوت سريع اللي هي الري هي دو ري دو ري بشكل دو ري دو ري دو ري مي ري مي فا. هون بيستخدم الجريس نوت اللي هي الري لعند الري القرار. بعدين بيعمل العلامة اللي هي السريعة بعد ذات سنين هي ذات ثلاث أسنان اللي فا فا صو فا اللي فا فا صو فا صو مي ري. بيعطي قرار اللي هو الري هذا بالصدر الثالث. لا صو صو فا فا مي كلها علامات ذات سنين. بعدين بالسطر الرابع بيعمل تريبل فا صو لا صو تا 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 بعدين اللي هي فرداش او تريمولو فا صو لا صو بعدين فا مي ري مي كمان تريبل الثاني مع تريمولو
فا مي ري مي ري 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 مي. كمان فرداش ري دو، هون ري دو، الدو نزلة طلعة ري دو دو ري 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 مي 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 صول 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 فا فا من مي ري. بعدين بيعمل خماسي لي مي ري مي ري دو ري 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 ري، بيعمل رباعية بعدين مي ري دو ري دو دو ري. كليات علامات مقسومة دو دو ري 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 مي 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 صو 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 فا فا من مي ري لا صو صو فا فا من مي ري ري لا صو فا فا من مي. كليات علامات لسداسي ذات السنين، بوقف عند المي بعدين لا صو صو فا فا من مي، بعدين ري دو ري مي فا صول لا صو فا صو فا مي فا. تو تريبلتس او تريولي تا 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 فا فا، بعدين مي ري مي علامتين سريعات ليني مي ري مي ري مي ري مي ري. اذا بدنا ناخذها بالاهات يعني هي تقريبا عملناها بطريقه جديده اللي هي الليالي، لانه اغلب تقاسيم استاذ رياض سنباطي هي من وحي الليالي والاهات بالغناء العربي. هي بالنسبه لشرح تقريبي لتقسيمه جزء من حجاز الريل استاذ رياض سنباطي. بتمنى نال اعجابكم، شكرا للمتابعه.